وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من مدينة جدة سعادة السيد خميس الرميحي، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية، المشارك في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية. مساء الخير سعادة السيد خميس الرميحي. بداية، ما هو أهم ما سيتضمنه جدول أعمال لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية 11 الممهد طبعا للاجتماع الدوري 12 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات الخليجية؟ مساء الخير، أهلا وسهلا بكم وبالسمعين إذاعة البحرين. حقيقة أنا أشكركم على هذه الاستضافة. يوم غد إن شاء الله سوف تعقد لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية اجتماعها 11 في مدينة جدة المملكة العربية السعودية. وكما تعلمون اجتماع اللجنة يسبق عادة اجتماع أصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية وإعداد جدول أعمال اجتماعهم المزمع. وعلى رأس الحقيقة الموضوعات التي سوف توضع على جدول أعمال أصحاب المعالي الرؤساء الموضوعات المتعلقة كالعادة هي التقرير السنوي الذي يرفع اجتماع أو رئيس الدورة السابقة وهو معالي مرزوق بن علي القانم رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيس الدورة السابقة. وهناك الحقيقة عدد الموضوعات التي سوف ترفعها اللجنة إلى أصحاب المعالي لجدول أعمالهم. من أهم هذه الموضوعات التواصل مع الاتحاد الأوروبي والكونغرس الأمريكي، وأيضا الرد على بعض التقارير والمغالطات التي تصدر من الجهات الحقيقة المسيسة في والتقارير التي طبعا تصدر من عدد من عدة جهات عالمية لا تريد خيرا لهذه المنطقة. وبالتالي فإن التصدي لهذه التقارير مسؤولية الجميع، وتوحيد الخطاب الإعلامي أيضا من الموضوعات التي سوف ترفعها اللجنة إلى أصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية. بالإضافة إلى ذلك كالعادة فإن يعني أصحاب المعالي يختارون عادة في كل عام من دورة يختارون موضوعات أحد الموضوعات التي تلامس هموم المواطن الخليجي لعقد ندوات أو ملتقيات لاستضافة بعض المهتمين والخبراء في هذا الشأن. في العام الماضي طبعا كان الموضوع الذي ناقشته الدورة السابقة كان موضوع توطين الوظائف، وهذا العام هناك عدد من الموضوعات المقترحة من عدة دول. مملكة البحرين قدمت مقترحين متضمن الأول عن القيمة المضافة وتأثيرها، وأيضا هناك موضوع آخر هو توحيد الخطاب الإعلامي وكيفية مواجهة هذه التقارير. وأيضا الدول الأخرى أيضا قدمت بعض المقترحات. وأصحاب المعالي رؤساء المجالس هم الذين سوف يختارون عدد أحد الموضوعات لعرضها خلال الدورة القادمة وهي الدورة 12 والتي طبعا كان المزمع أن تقام في سلطنة عمان، إلا أن الأخوة في سلطنة عمان تنازلوا للمملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن الاجتماع هذا هو سوف يعقد جدة المملكة العربية السعودية. نعم سعادة السيد خميس الرميحي، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية، المشارك في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك.